بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ولادي الغاليين، مبروك لكل اللي نجحوا، وربنا يديكم مستقبل جميل. أما أولادنا اللي يعني ما نجحوش أو أحبطوا في النتائج، الأول عاوز أقول لكم حاجة مهمة يا ريت تفتكروها طول العمر. ساعات اللي نشوفه ما جاش على هوانا نكتشف بعد سنين طويلة إنه جاب خير كتير أوي. أذكر مرة كان عندي اتنين يعني أصحاب قوي، بس كان بيغيروا من بعض. وبعدين في الثانوية العامة يعني الشاطر ما جابش نمرة كويسة، واللي مش شاطر قوي جاب نمرة عالية، فطبعا عملت أزمة بينهم. إنما دارت الأيام بعدها ب20 سنة، لقيت اللي جاب نمرة ضعيفة نجح جدا في حياته، واللي جاب نمرة عالية تعثر في الكلية وتعثر في شغله. أنا طبعا مش بقول إنه ده لازم يحصل، بس بقول عمر ما الحياة بتقف على رقم ولا على سنة، الإنسان لسه بينجح وبيتحدى نفسه. والشاطر قوي يفكر طب أنا كان ممكن أعمل أحسن من كده. لكن كمان ما ننساش نسلم لربنا، ربنا أبونا إدانا جسده ودمه، إدانا روحه، إدانا الحياة الأبدية. عندنا حاجات غالية قوي، ما ينفعش ان انا اتهز عشان موضوع الثانوية العامة، او موضوع ان انا كان ليا طموح معين ومش همشي فيه. الحقيقة يعني كتير من اللي انت بتبقى مركز عليه ونفسك فيه يطلع مقلب، واللي ربنا يرتبه لك يطلع احسن حاجة. رسالة تانية بقى للاهالي، ارجوكم خفوا على اولادكم، يعني ما يبقاش ولادكم مثقلين وتعبانين وصعبان عليهم ومجروحين محبطين، وبعدين يلاقي بقى النكد في البيت، ويلاقي الأب والأم عمالين بقى يلسعوه بالكلام ويقولوا له ما انت أصلك لو كنت وما. طبعا الأسلوب ده الحقيقة يعني هدام جدا وملوش أي دور في بناء أولادنا. مفروض إن الكبار يقولوا له حبيبي بدل انت تعبت خلاص، نشكر ربنا على كده وكله خير من إيد ربنا، خلينا نركز في اللي جاي مش في اللي فات، احنا أقوى من الظروف، احنا عارفين انك انت شخص ناجح، امسك بس في ربنا. دي اللغة اللي نكلم بيها اولادنا. لما بنثق في اولادنا بيطلعوا احسن حاجة عندهم، انما لما بنقطمهم وبنكسر مقادفهم وبنعيرهم وبنفكرهم بتقصيراتهم، احنا الكبار مقصرين كتير، فليه نمسك عليهم كده كل غلطة وكل خروجة وكل ساعة ضيعوها؟ يعني هما بيحسوا بذنب مش محتاجين حد يحسسهم بالذنب. نتمنى ان الاهالي يعني لو تعبانين يروحوا عند ربنا كده ايه في الصلاة، يعني يفشوا في الصلاة، لكن ما يفشوش في عيالهم، بالذات في لحظات يعني بتبقى صعبة على الولاد، لانه بيبقى عندهم احلام وممكن الاحلام تبقى يعني اتبخرت في لحظة زي كده. كتير من الناجحين بدأوا بمشاعر فشل كتير قوي في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ الإنجيل وحتى في تاريخ العالم. كتير اتقال لهم انتوا مش هتفلحوا، واللي اتقال لهم كده دول طلعوا ناس أصحاب إنجازات. في ناس كتيرة اتبصلها إنها متخلفة وإنها غبية وإنها فاشلة وإنها مش نافعة في حاجة، ودور الأيام والناس دول هم اللي يبقوا يعني بيعملوا إنجازات كبيرة أوي. صدقوني القصص دي مش قليلة، والتاريخ هيعلمكم كده، وهتشوفوها في حياتكم، هتقابلوها في حياتكم، إنه مش رأي الناس هو اللي بيوزن الأمور، رأي ربنا فيك ورأيك في نفسك وثقتك في نفسك هي اللي هتحدد مسارك وحياتك بعد كده. كمان النجاح يا ولادي مش نجاح في الثانوية العامة بس، النجاح أولا وأخيرا في علاقتك بربنا. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ انجح في صلاتك، انجح في إنجيلك، انجح في التوبة وتحدى الخطية، انجح في علاقاتك بالناس وخليك إنسان طيب وخدوم ومسالم، انجح في أنك أنت تتثقف ثقافة تساعدك طول حياتك. هتفاجأ بعد كده أنه الشهادة أيا كانت مش هي الأساس في النجاح، هي يعني ليها دور بس دور على فكرة محدود. النهاردة النجاح مش مرتبط بالشهادة قد ما مرتبط بالشخصية، مرتبط بالإرادة، مرتبط بالعلاقات، مرتبط بالثقافة عموما. النجاح مرتبط بحاجات كتير أوي.
فأتمنى ما تبصوش للدنيا كلها من منظور شهادة الثانوية العامة، إنما مبروك ليكم، ربنا يفرحكم، ومبروك للأهالي، وخلينا دايما فرحانين بالنعمة اللي احنا فيها، ونمجد ربنا، ونغلب كده إحباطاتنا، ونقول دايما كله للخير. كل سنة وانتم طيبين.